واقعا لم ترفع الجلسه لانها لم تبتدا. نعم. لم يصل الاخوه رؤساء الكتل السياسيه او الكتل البرلمانيه الى حل، واعتقد المشكله تخمن او تكمن بالاخوه رؤساء الكتل النيابيه وعدم قدرتهم على لم الشتات من اجل التصويت على اهم قوانين يعني ينتظرها الشعب العراقي، خصوصا قانون العفو العام. نعم. طيب، هل يمكن أن تستمر هذه الخلافات إلى ما قبل الفصل أو عطلة الفصل التشريعي، وأن يتم هنالك قبل 9 من هذا الشهر، أي آخر يوم في هذا الفصل التشريعي، الخلافات، وربما تؤجل إلى الفصل التشريعي المقبل؟ يعني أنا أعتقد من خلال ما شفته اليوم ومن خلال ما لمسته من عدم وضوح بالصورة ما بين الأخوة رؤساء الكتل النيابية، أنا ما أعتقد هذه القوانين سوف يصوت عليها بالأسبوع القادم، وسوف ترحل إلى ما بعد العطلة التشريعية. طيب سيد محمد، يعني هنالك ربما مصادر أوضحت أن أعضاء ائتلاف دولة القانون هم من اعترضوا على قانون العفو العام أو جزء من قانون العفو العام، هل هذا صحيح؟ وهل ربما أعضاء ائتلاف دولة القانون هم الذين أخلوا بعقد هذه الجلسة؟ يعني أولا أنا ما أقدر أتحدث باسم ائتلاف دولة القانون أو كتلة دولة القانون، لأن أنا لم أنتمي إلى كتلة دولة القانون، لكن على العموم لم يحدث النصاب، وبما أن كتلة دولة القانون هي جزء من هذا النصاب الذي لم يحدث، بالتالي هي اعترضت على القوانين جميعها ومن عند قانون العفو العام. نعم، النائب محمد الزيادي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.